رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع الأستاذ عبد الناصر سليمان الناقد الرياضي، وكنا بنتكلم عن المباراة بكرة إن شاء الله، وكنا بنتكلم على فكرة إن في 40,000 مشجع بكرة من جمهور الترجي الترجي التونسي في المباراة، وإن ده قد إيه ممكن يشكل ضغط على لاعبي نادي الزمالك. ولكن قلنا إن إحنا في الوقت ده محتاجين طبعا لخبرات شيكابالا بلا ومحمد عبد الشافي ودورهم في رفع الروح المعنوية للاعب. لا هم طبعا خلينا نكون متفقين ان شيكابالا وعبد الشافي ليهم دور كبير في من النهارده لغايه قبل المباراه. برضو ناخد اللعيبه بتاعتنا تاخد بالها بشكل كبير جدا من عامل الاستفزازي اللي هو ممكن نتعرض له من جانب جمهور الترجي او لاعبي الترجي، وده ممكن يكلف بعض اللعيبه انها تخرج عن شعورها وربما يتعرض لطرد او انذار يحرمه من المباراه اللي جايه. بشكل كبير احنا كل تركيز لعبتنا تبقى تركيز في الملعب وتنفيذ الجمل المطلوبه مننا في على لان اكمل ده برضه هيبقى دور هتعمله جماهير الترجي ان هي تحاول قدر هتحاول الامكان تشتت تضغط تفكيرك عليك فتشتت تركيزك باي شكل من تماما، الاشكال وتبقى مش مركز خالص في المباراه وتبقى مركز بس معاهم هم بيقولوا ايه او بيعملوا ايه او طبعًا بيحاولوا طبعًا يخرجوك عن طبعًا تركيزك ازاي عشان تخسر. عشان تخسر المباراه، وهم بالنسبه لهم زي ما قلت لك ان هو بالنسبه لهم المكسب هيقربهم بشكل كبير من اجتياز مرحله المجموعات. و40,000 متفرج ده كبير، عدد يعني كبير جدا. 40,000 مش عدد قليل جدا، لا عدد كبير جدا. فنتمنى ان شاء الله ان لعيبه الزمالك رجاله وقادرين ان هم يعبروا من المباراه ديت لبر الامان ان شاء الله. في حاجه برضو عايز اكلمك فيها، انت وارد جدا بكره في الماتش تعمل ماتش عمرك طبعا وتقدم اداء كويس جدا ولا اروع، ولعيبتك كلها تبقى مركزه، حتى اللعيبه اللي انت اوقات بتبقى شايف ان هي مش في احسن حالاتها ممكن تظهر في احسن حالاتها بكره، ولكن ده يغيب امر وارد عنك حاجه واحده بس، التوفيق طبعا. زي ما حصل في المباراه الاخيره، ونفس على فكره اللي حصل برضو في مباراه شباب بولوزداد، انت كنت كويس كنت جدا كويس جدا ولكن هي برضو مفيش ركلت توفيق بالظبط. لكن انا زي ما بقول كده انك انت اعمل اللي عليك، انت لو عملت اللي عليك وما حققش التوفيق ده خلاص توفيق ممكن يبقى في صالحك ممكن ما يبقاش في صالحك، لان لسه انت عندك مشوار. بص يعني خلينا نكون متفقين لسه المشوار ما خلصش، يعني فوز المريخ النهارده على شباب بولوزداد خلى المجموعه مش هتتحسم. انا اعتقد حتى لو الترجي لا قدر الله وما تمناهاش ان هو حقق نتيجه على الزمالك بكره ووصل لتسع نقط، احنا عندنا ننافس على الصعود برضو المركز الثاني لان هو بطاقتين تاهل. فبالتالي المنافسه هتبقى ما بين المريخ وشباب بولوزداد والزمالك، وعندك ماتشين هيتلعبوا في القاهره دول 6 نقاط لوحدهم. فبالتالي اللي هيبقى قدام الترجي وقدام المريخ السوداني هنا، وشباب بولوزداد بنشوفه بيتغلب على ملعبه بسهوله جدا. فبالتالي انت كل العوامل مهيئه بالنسبه لك، يعني 9 نقاط ممكن تبقى بعد كده. انا ما اتمناش ان اتمنى الجمهور يستوعب ثقافه المكسب والخساره، ولو ما حالفكش التوفيق ما شنش السكاكين على لعيبه نادي الزمالك، لا بالعكس ده انا ازرهم وادعمهم لاخر مباراه في مرحله المجموعات. هو الجمهور دايما بيبقى اللاعب رقم واحد في الملعب. اللي هو انا لما الاقيه رافع ومساند لعيبه الزمالك، اللعيبه مجبره انها تبذل قصارى جهدها داخل الملعب، لكن انت هتهاجمني فتبقى العمليه صعبه جدا. انا معاك ان طبعا الهجوم ده بيهدم طبعاً. عمر ما كان الهجوم ممكن طبعاً يبنيه. وجمهور الزمالك الوافي على مدار العصور عارفين ان هو مساند للزمالك في الاوقات الصعبه وقبل الانتصارات. قبل الانتصارات دي حقيقة. طبعا طبعا، فهو ده العامل الايجابي. فاتمنى ان الجمهور يعني يؤازر من النهارده، نتمنى ان نطلق مبادره من برنامج اخبارنا النهارده من النهارده لغايه ميعاد المباراه بكره، مبادره رساله دعم للاعيبه نادي الزمالك. دي حقيقة أنا معاك جدا، لأني أنا بشوف إن حتى لو أنت طبقت ده عليك أنت شخصيا، أنا مثلا أستاذ عبد الناصر لو جيت انتقدتك في وقت انت داخل فيه على مرحلة صعبة، انت عمرك طبعًا ما هتأدي طبعًا عمرك ما هتأدي طبعًا، وهتبقى مشتت جدا طبعًا. في بالك الانتقاد ده بتشتغل عليه مش بتشتغل على انك انت تبقى احسن، لا انا بشتغل على يعني الكلمة اللي اتقالت لي اللي ضايقتني. الانتقاد مش من فرد، يعني انت شوف الانتقاد مش من فرد، الانتقاد من ملايين. يعني الجمهور الزمالك كبير جدا، فلما طبعًا ملايين تنتقد فريق هيبقى روح المعنوية ازاي؟ ودلوقتي الفريق بصراحة لما الملايين الجمهور ده يدعمني هيبقى أداء ازاي؟ فهي الجمهور ده هو رقم واحد
في مرحله، في المرحله الصعبه اللي بيمر بيها نادي دي الزمالك. حقيقه، ولاعبي نادي الزمالك في الوقت ده بصراحه محتاجين طبعا جماهيرهم جدا. طبعا.